رنا الحريري، هاي المعزوفة من تأليفك؟ ألفتها تقريباً. طب صباح الخير بالأول. ألفتيها إمتى؟ من تقريباً 6 أشهر. إمتى بلشتي بتألفي؟ أنا بألف من أنا 12 سنة، بس بلشت إنه يعني بيانو، إنه أعزف بيانو من قبل. من قبل؟ حلو. كان في عندكم حدا بالبيت بعزف بيانو يعني حبيتي تعزفي منه؟ كنت دائماً أروح عند بيت تيتا وكنت أشوف البيانو كنت أعزف عليه، وبعدين جبنا إحنا بيانو، وبعدين هي كمان ماما بتعزف. فيعني بالعيلة موجودة الشغلة. أمها موهوبة شاطرة كتير. رنا بتعزفي بتكتبي النوتة؟ لا أنا هلأ إنه بعزف وبحفظها الأغنية، وهلأ عم أتعلم كيف أكتبها. وين لما تعزفي تألفي وما تكتبيها، وين بتخزنيها بتسجليها وين بتروحي فيها؟ هو بكون حافظته وهلأ عم بسجل يعني. كلهم حافظتي؟ وقديش ألفتي ومن غير ما تكتبي؟ كم معزوفة؟ لهلأ 10. 10 مقطوعات موسيقية ألفتيها من غير ما تكتبيها وحفظتيها؟ يعني دغري بتروحي بتقعدي على البيانو بتطلعيها كلها؟ هلأ عم تتعلم تكتبيها؟ هاي هذه تالنت تاني، انك تقدري تفصلي وتحفظي وتفيلي براسك انه هذا كله موجود. هاي يعني كمان ذاكره كثير فظيعه وتركيز جدا عالي. رنا عدتي كم سنه انقطعتي هيك؟ انت بترسمي كمان، انت مش بس عازفه ومؤلفه، انت كمان رسامه، لكن في فتره هيك زي ما بقولوا طلعتي من المود هذا كله انقطعتي، ليه؟ تقريبا من 11 او 12 سنه من هلا رجعتي. طب ليش هالسنين هاي راحت عليك قطعتيها؟ مش عارفه صراحه، هيك يمكن حسيت بملل او ما حدا انه كان هيك بدعمني مثلا غير مثلا اهلي، بس انه يعني هلا اسمها درويش كمان كثير ساعدتني، قاعده تشجعني عشان اكمل. كيف رجعت؟ كيف لقطتيها؟ هي بالصدفة. اجيت لعندك انا كنت يعني اجت وسمعتها، فبرضه حسيت عندها التالنت كتير عالي، احساسها يعني بتوصل احساسات على البيانو كتير حلوة، فشجعتها قلت انه لازم يا رنا تكملي، لازم ترجع. فرجعت تعزف ورجعت تتألف، وصرنا كل تقريبا اسبوع بنسمع معزوفة جديدة. والله يعني هي مجرد ما حطت ايديها على البيانو بسلاسه بتمشي، يعني هي عندها سلاسه مع الاله. انت عندك هارموني على فكره مع البيانو. معزوفاتك كلها على نفس النسق اللي سمعناه هلا، هيك رواء هدوء. انا هيك بحب الستايل على البيانو، بس انا هلا انه شوي عم بتطور، يعني عم بطبق اللي انا عم بتعلمه هلا. طب حلو. بلشت تدخل ستايلات جديده، كان في واحده كان زي سبانيش ستايل دخلتها. رنا بتفكري انه يمكن لو لقيتي على عمر ال 11 و 12 سنه دعم، خلينا نقول من المدرسه، ممكن كان ما انقطعتي، بس انت هيك حسيتي حالك فلتتي؟ ما هو ممكن انا حسيت حالي انه يعني عم بعزف بس لمين؟ ما عم حدا بسمعني هيك بس بالبيت. فليش يعني؟ طب هلا مين بسمعك؟ لا كل حدا، صرت انا احب يعني اسمع الناس حتى. هي هذا هو اهم شيء. أيوة. انت تحبي لحالك، ما لك بالناس يعني اسمع ناس انه يحسوا بمشاعري اللي انا بحسها على البيانو. قد ايه بتعزفي بتقعدي ورا البيانو باليوم؟ حسب يعني، اذا بدي الف يعني بقعد وقت اكثر. تاليف المقطوعه الموسيقيه ممكن تالفيها بيوم، ممكن تالفيها على ايام على مراحل، ولا عاده باخذك بس فورا؟ هو انا لما الف يعني هيك بتيجي فكره ببالي فبركض على البيانو، فهي انه ممكن تتطور لايام أو ممكن أخلصها بيوم واحد. بتقعدي بتقضي وقت يعني بتنسي حالك ورا البيانو؟ حلو. هذا البيانو تبعي؟ حلو. يعني حلو يكون بجو البيت البيانو واحد يضلوا يسمع، يسمع صياح وطبيخ وطعام. لا بس موسيقى. لا هي يعني بتعيش ولا شك بجو موسيقى. قلت ابوها اوكي مش عازف، بس ابوك سميع. ابوها طول الوقت بيسمع كلاسيكال ميوزك، وابوها كثير بحب يسمعها. يعني هاي على فكره الظاهره مش موجوده كثير بالاهل، في اهل كثير ما بحبوا يسمعوا يعني خلاص فكروا. هي لا عندها، امها عازفه
بتعزف حلو وامها كثير صراحه انا يعني شفت قديش امرانه بتشجعها قديش مستعده تتعب عشانها قديش بتركض مش محروقه لانه بنتها انقطعت بدها وهي يعني الام صراحه هي يمكن اكثر مني من عامل انه تطوير رانا لانه الام حاسه انه البنت عندها موهبه وهي لانها عازفه عارفه انه البنت عندها شيء اكثر من هيك بكثير فعشان هيك كثير بتحاول انه تعطيها بوش بس هلا رانا خلص هي وصلت لمرحله انه ان شاء الله ما اوقف ما لا, لا لا ما في شوفي ما حدا يحبطك هلا ما حدا سمع لك ما حد سمع لك بس لانك لساتك يمكن مش عارفين عنك لكن هلا ان شاء الله وكمان سمعت انه في رح تعملي كونسرت انت يعني خلص ما ضلش حد ما سمعش عنك رح نعمل اوركستريشن كمان مع فلح يكون في انسترومنتس ثانيين عم بيعزفوا معي طب كثير هاي اول مره رح تكون لإلك رح تعزفي فيها كم من في شيء لإلك خاص رح يكون ضمن كله لإلك ما في كم من وحده كم من مقطوعه تقريبا حسب الوقت هو بس انه تقريبا 3 4 يعني 15 سنه بتعمل كونسرت لحالها في ناس هلا عمرهم لساتهم بال 60 و 50 سنه طبعا ويعني هلا عم نعملها توزيع للبيسز تبعونها عشان نشوف شو الالات اللي بتتناسب معاها هالكمانات يعني امتى حتكون الكونسرت تايم عارفه امتى التاريخ احنا اجى رمضان شوي كركبنا بس ان شاء الله يعني بجوز اكتوبر رح يعلن عنه يعني اكيد رؤية رح تعلن عنه اكيد رؤية رح تعرف عنه وتعلن رؤية رح تكون عارفة ورح تشوف وراح لانه هي رح تكون كان اصغر انا بتصور رانا اصغر مؤلفة معزوفات بيانو بالاردن هو الكونسرت رح يكون هي وسيما سرية لانه التنتين مؤلفات والتنتين موهوبين والتنتين عندهم طاقات كتير عالية فرح يكون مع بعض يعني رح تكون هاي البداية وبعدها في عليك شغل كثير كبير وأكيد قدها يعني أنت ما إذا أنت عم بتألف وعمرك 12 سنة شو ضل ما ضلش حد نحكي ما ضلش حكي يعني لا هي يعني شوف هي يعني أنا بحب فرانا قديش إيديها سلسة لما بتيجي الفكرة يعني بتحط وبتبدأ يعني أنت ما تخيل إنه هاي البنت اللي لعبت دول هي مش دارسة موسيقى لسه لسه هلا عم تدرس لسه هلا بلشت تدرس فهي بلاش بالعكس بالعكس احنا مشينا يعني. بسهل عليكي هذا اكثر يعني انك هلا عم تدرسي الموسيقى بس انت بتعزفي قبل هو ما بعرف شيء غريب بالنسبه لي بس انه يعني بحب انا اول شيء مشاعري واحاسيسي هي اللي تدخل بالاول قبل ما ادرس شيء فهلا راح يساعدك انك تصير تكتب النوته يعني دغري بتصير تالفيها وتكتبيها حلو هاي يعني لسه بدها نحت بس يعني بدها شغل كتير بس ان شاء الله انه بتقدر ومش بس كمان بتألفي وبتعزفي كمان انت رسامه في هلا صور بدي اشوفهم اشوف شو طبيعه الرسم اللي هل هو بنفس نمط عزفك هيك رايق حلو هلا في كمان صوره نشوفهم وين الصور يا ليلى اوف هذول صورك انت بترسمي بترسم حلو هي رسمتها قبل ما اقطع لهلا قاطع الرسم حتى الرسم هلا ما لقيتي حدا بس عم برجع شوي لقيتي الست مها درويش تسحبك من كل حدا عشان الموسيقى بس الرسم بدنا حدا يرجع يسحبك حلو بترسمي كمان يعني موهبتين صعبين مش موهبتين صعبين بس هم بيمشوا مع بعض هي كمان بترسم على الحيطان وهلا لما شفتي رسمة غرفتها كلها والله اظن حطيت صوره للغرفه لا طب لما هلا بتشوفي مثلا بتسمعي موسيقى وشفتي حالك رجعتي ما بترجعي بتغاري من الجانب الفني انك ترجعي ترسمي طبعا انا هلا عم برجع شوي شوي يعني هذا الاسبوع رسمت لي اكمل رسمه كمان بتحسي الاحاسيس يعني ماي طبيعه بتحبي الطبيعه نفس الفلو يعني هاي أول صورة لاندسكيب رسم حلو هذه من فينيس هذه ما شاطرة رانا أنت موهوبة عن جد موهوبة يعني موهبتين صعبين كتير متقنتيهم أنت هاي متقنتهم كتير كويس جدا لكن بدك حتى كمان بالرسم لازم ترجعي تدرسي فن الرسم أحلى قلنا أن أنا كان نصيحتي لها تدرس آرت يعني لازم تتوجه في دراستها العليا حتى آرت لأنه هي
يعني مش كل حدا بيقدر يرسم ومش كل حدا بيقدر يألف وهادي. مش كل حدا بيقدر يعزف ولا حدا بيقدر يعزف، فإنك تقدري تعملي كل هاي الأشياء بهذه الفئة العمرية كمان، تنسيش العمر صغير يعني. بس أنا بحسها يعني كموهبة كتير أكبر من عمرها، هي كإنجاز أكتر من سنين عمرها. وإن شاء الله أنه يعني هلأ رانا أكتر تعطينا، أنا متوقع منها كتير، وأنا شايفتها نجمة. ويمكن مش بس أنا، في عرضنا شغلها على يعني بروفيسورز كمان أقدر مني يعني، وكانوا عم يعطوا نفس الرأي. رانا لما تعملي هيك هوايتين كتير فيكي يعني موجودين بأحاسيسك كتير، أثر على مدرستك دراستك إشي أبدا تفصلي؟ إنه يعني إنه تعزفي وترسمي وبذات وقت أنت لساتك عمرك 15 سنة فلسا بتروحي على المدرسة. لا هذا طبعا ما بيأثر، لأنه ممكن يعني أنا بعزف وبرسم الوقت إمتى ما بدي يعني، يعني أكيد رح يكون عندي وقت للتنين. قادرة تعملي ثلاثة مش تنين ودراسة. قصدي إنه الفن والدراسة يعني قادرة تجمع بناتهم كتير حلو. إيش إيش أمنيتك؟ هاي البيس اللي عم تطلع هلأ هي اللي أنا بحبها كتير واللي بضل تخبط في راسي طول الوقت. كتير حلو، كتير حلو. أنا حبيت الستايل اللي أنت بتعزفيه. احكي لي إيش أمنيتك؟ أمنيتي إنه أتطور أنا وإنه أعمل في حالك، أعمل إشي اللي أنا بحبه وأخلي الناس يسمعوا اللي أنا بحب أعمله. أنت في عندك شيء هيك، في عندك شيء جواتك، في عندها شيء. عندها في عندها شعور، مشاعر غريبة حلوة لدرجة إنه سمعها موسيقي كبير ومشاعر كبيرة. يعني تقولك بدي خلت موسيقي كبير بعزفها يبكي. أنا ما بنسى لما دموعها نزلت وهي عم تلعب وقالها أنت وصلتي لي جوا، كثير حلو. وكان هذا يمكن من أحلى التعليقات اللي سمعناهم عن رانا. يعني في عندك كلمة هيك خاصة بدك توجيها لحدا؟ لأهلي خاصة يعني أمي وأبوي ومس مها درويش كمان، لأنهم كتير يعني ساعدوني وشجعوني أني أرجع أكمل. طب انبسطت انك رجعتي ولا لو انه ما لقيتي؟ لا طبعا انبسطت. ست مها درويش مسكت ايدك ورجعت سحبتك، كان انبسطتي ولا قلتي لو خلتني تركتني باللي انا كنت ممكن. لو هي هلا يعني لو انا ما رحت لعندها يعني ما كنت لح اكمل، هي السبب. لا هلا كمان اسمها بتجرها من إشي على إشي، بدك تروحي هون تعملي بابيت، هي اللي شجعتني اجي لهون. فبنحب انه شوفي لانه عندها طاقات، لسه طاقات كبيره لازم تطلع، وهذه الطاقات إذا ترجمت رح تصير إشي كبير. بالعكس رح تصير مفخرة للأردن، مفخرة للجيل تبعها، إنه يعملوا ما يضيع وقت. صح رانا؟ يعني إن شاء الله إنه حدا بشوفها لرانا وبرجع ياخدها بكبرها كمان أكتر يعني. طبعاً إحنا أملنا بالمؤسسات إنه تتبنى زي هيك ناس. يعني هلأ لو بحطك ورا بيانو بتعملي لي ساعة شو كامل؟ بتقدري تعملي لي؟ بصدق. بتعمل وكلياته. المشكلة الحلو انه كله بعقلها، حافظته مخزنته هون مش عورا. يعني انا مش راح تطلع تحط الدفتر قدامها وتعرف، راح تعزف مقطوعاتها الخاصة لحال عملها من عندها. ولو قلتي لها هلا العبي لنا شيء هيك مش كمان مش موجود بتلعبي، ما عندها مشكلة. يعني اعزفي لي شيء هلا لديالا. بدي اسالك، بتسمي مقطوعاتك شيء؟ يعني بتعطي كل وحدة اعطيتيها اسم؟ هلا عم بسمي كمان وحدة. ايش ممكن اعرف بس هيك ايش الاسماء اللي عم تعطيهم اياها؟ لازم يكون من نفس هذه الطبقة الرائقة من في انه وحدة اسمها دريم، في وحدة اسمها هوب، في باث اوف لايف، فريدم. هيك شوفي عم بقول لك الهوب ان شاء الله موجود والحلم اكيد رح يتحقق. اكيد عندها حلم يعني. حلمك اسمها دريم، هذه دريم ويل كم ترو، هذا شيء اكيد ان شاء الله، لانه عندها شيء، عندها طاقات بقول لك كامله. لسه احنا يا دوب طلعنا بجوز 1 في المليون من الموجود، يعني احنا هلا بدنا شوي شوي هي كمان تصير يعني عندها وعي شو عندها، تبدا تطلعه شوي شوي. نتمنى لك الحلم يتحقق، وبتمنى لك
كل التوفيق. وست ما أنا بدي أشكرك إنك قدرتي ترجعي رانا حريري على على سلم الفن. آه لا هذا دورنا يعني، هذا دور إبداع يعني، إبداع هذا هذا الخط تاعها، إن تدور وين في حدا موهوب، واحد عنده إشي وتمسك بإيده وتحطه على الطريق الصحيح، هذا يعني هو الأساس الجمعية كلها. شكرا لك نشاطات الجمعية، شكرا لكم إنه أنتوا دائما رؤية داعمين ل لكل حدا عن جد يعني، من المحطات الرائعة اللي بتدعم الـ 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 بالنسبة إلي أنا كأبداع دائما يعني بسمحوا لي آجي وأحكي، ودائما وجيب لنا مبدعين زي رانا الحريري، رح يطلع معك يمكن مبدعين باي نيكست ويك من عنا كتير شاطرين كمان إن شاء الله. شكرا لإلك، كل عام وكل عام وأنت بألف خير. أنت بخير، شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوفكم برمضان إن شاء الله. رانا الحريري نستنى الكونسرت تبعتك على أحر من الجمر. شكرا يعني بدي اتشكر رب العالمين انه اعطانا هيك موهبه حلوه صغيره لسه رح نعيش معاها ان شاء الله عمر طويل نسمع هالميوزك الحلوه ان شاء الله. بس اوعي ترجعي تحبطي. لا ان شاء الله ما تخلي شيء يحبطك. احنا بالكونسرت لازم يكون على حفه الكونسرت معرض رسومات لها اكيد يعني، يعني انا نكون هنا في جانب موسيقي وهون جانب أيوة. فني رسم، هو هذا جزء من انا الاثنين ان شاء الله اتطور فيهم. ان شاء الله رح تتطوري فيهم. شكرا. We'll be right back.